بن مشابهينا الكرام، مرحبا بكم في مباشر جديد مدينة الدار البيضاء. معنا شاب رجاوي اللي اكيد بعد المقابله اللي غادي تكون ان شاء الله يوم غد ما بين الرجاء والمغرب التطواني، كانوا بزاف ديال الدراري اللي بغاو يمشيو، كانوا يعني كان توحيد واحد العدد اللي موحد ما غاديش يقدروا يفوتوه. كيفاش كتشوف ماتش بعد ديال غدا؟ نهضر معك على الماتش ديال غدا. السلام عليكم. الماتش ديال غدا الماتش ديال غدا ان شاء الله تكون رباح ان شاء الله. انا بغيت نهضر على واحد القضيه ديال مهدي موهوب. انا القدوه ديال مهدي موهوب، شنو تبع مهدي موهوب، عزيز عليا داك السيد، ما عرفتش كيفاش فهمتي، عزيز عليا كاع ولاد الدرب في المدينه شي مسمي عليه مهدي موهوب. على الخطه ديالو، ماشي على الخطه ديال الفعل ديالو. فهمتي داك السيد مع الداخليه الخاطري، فهمتي، عزيز عليا مهدي موهوب. وانا لا من هذا المنبر هذا بغيت داك السيد يكمل على راسه، راه باقي صغير في العمر فهمتي، راه مازال يعطي شحال من حاجه فهمتي. الله يسهل عليك الميادين. تسجيل خلال المقابله الاخيره، تشوف نايض عليه روينه تيقول لك هذاك السيد خاصو يمشي، هذاك السيد ما خاصوش يمشي، هذاك السيد باقي صغير. تعطاه فرصه، تعطاه فرصه، ماشي فرصه، فراس. راه حيمي هو بحال هكذا كان في الاول، كان هو زرق كلشي، كان تيقول لي يمشي بحالاته يمشي بحالاته، فهمتي في الاخر راه شفنا. راه حيمي دابا فين وصل؟ راه فين وصل؟ راه ماركا، راه هو اللي جاب الماتش للعين الاخر، هو اللي كاليفا. انا تنقول المدير كاين العوده ديالو المنتخب، راه عيط ان شاء الله راه خاصو يرجع للمنتخب فهمتي. والراجل ان شاء الله تربح غدا في تطوان فهمتي، وصافي راه انا القدوه ديال مهدي موهوب. انا فهمتي لا فرق ديال البطوله، فينال يدوا البطوله. لا 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 ما نقولوش، لا لا ما نقولوش هكا. اجي اخويا اجي معنا، اجي 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 هذا راه جاه، هذا راه غيتجبد، هذا غيمشي راه تمشي للقبر. لا لا اجي معاك اكيد انه يعني كاينه منافسه قويه ما بين الرجاء والجديد. فراويه لا 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 متجوش متجوش بحال ما كيف ما قلنا، كاينه منافسه منافسه موهوب قويه ما بين الرجاء والجديد. مختلف مع هذا السيد، هذا وداد شي وداد صح، كتشوف ماتش ديال هذا العشيري هذا تبارك الله عليه، راه شو راه كان نايض عليه روينه، كاين اللي ما باغيش، كاين اللي تيقول لك زرق، كاين السيد بقوه دخل تقام مع الصحه النفسيه. واحد موفق الموهوب، ان شاء الله موفق عليك ان شاء الله. تبارك الله عليكم متابعينا الكرام.